مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من ما أطيب الرب تحت عنوان الفداء الإلهي. تحتاج النفوس في كل مكان أن تسمع بمحبة الرب يسوع لها وبتحمله كل أثقالها، وهو يدعوها الآن لكي تأتي إليه فيريحها. أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وما كتب عن آلام يسوع الكفارية يجعلنا نسجد ركوعا وتعبدا، ولا يستطيع أحد أن يصف تلك الآلام إذ هي أسمى من إدراك البشر، ولا أحد يعرفها إلا يسوع وحده. فقد نزلت دينونة العالم عليه وجعلته يصرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي. وأصبح الذبيحة الكفارية التي يستطيع فيها كل إنسان نيل غفران الخطايا، فقد دفع الدين وأوفى مطالب العدالة الإلهية، وتم المكتوب: الرحمة والحق التقيا. لقد دفع فينا ثمن غال ليس بفضة أو ذهب، ولكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب وبلا دنس، دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. لنتحدث مع نفوسنا عن حب الرب الذي أعطانا نصرته مجانا وأعطانا الشفاء والراحة. فلننظر إلى الصليب ولنرى الرب مذبوحا لأجلنا، شمس البر والشفاء في أجنحتها، يقول المزمور. لا تقل بعد اليوم: قلبي جريح ونفسيتي متعبة. هو شافي الجروح مهما تعمقت أو اتسعت أو طالت. أبونا مروان، الله معك. الله معك. كيفك؟ الحمد لله. أبونا، الأسبوع الماضي ما اكتمل موضوعنا خلال الحلقة، وعدنا المشاهدين أنه نكفي الليلة ونفوت إذا سمح الوقت بموضوع الفداء الإلهي. حكينا الأسبوع الماضي عن الألام النفسية، والرب كان قبل ما يروح طريق الجلجلة والصلب قال: نفسي حزينة حتى الموت. يعني واضح أنه هناك ألام نفسية جسيمة. وذكرنا الأسبوع الماضي الألام الإحساس بأنه مرفوض، وقلنا أنه مثل ما قال أشعيا: محتقر ومخذول من الناس، ملك الملوك عم ينرفض كأحقر الناس، ونحن مثل ما رفض هو سنرفض نحن. وذكرنا أنه قد تكون الأسباب شكلية، مهنية، إيمانية، صح؟ اليوم شو الألام الثانية اللي تحملها الرب على الصليب؟ أول شيء تنرجع نضوي نطفي على قصة الرفض اللي تعرض له يسوع، فيما نحن لو تعرضنا له شو تأثيره على نفسيتنا، على ذاكرتنا، على وقت اللي بننضج وبنكبر، شو ردات الفعل يلي بتنتج من إنسان عانى بصغره الرفض. قلنا لما الطفل بينرفض ممكن يصاب، توصل معه الأزمة النفسية لحد الانفصام بالشخصية. ليه؟ لأنه انرفض بشخصه، يمكن انرفض بهويته. يعني وقلنا نحن أنواع الرفض: أم كانت ناطرة صبي عرفت أنه معها بنت، رفضتها، ما بدها إياها. هالرفض يوصل بالإحساس لهالطفل الموجودة بالحشا، ويوم من الأيام بتطلع هالبنت حاملة هالرفض. أول شيء بتبلش تمارسه على أمها، وبتحس هالأم إنه هالبنت دايما تعمل يعني شو بتطلب منها بتعمل العكس، ودايما بعداء لها، دايما هيك ما في هالانسجام بين الأم وبنتها. وبتصير الأم تتشكى إنه ليه بنتي عم تتصرف معي هيك، بتنسى إنه بعتت لها هي وبأحشائها رفض: انت غير مرغوب فيك، غير مرغوب فيك
كشخص بنت، وممكن هاي يوصلها لحالة من اتنين هالرفض، وما بتصدقي قديه ألم الرفض ممكن انه يخربط بشخص الانسان ونفسيته. ممكن يوصلها اول شيء لرفض بهويتها، انه توصل على انفصام بشخصية، تصير رافضة شخصيتها الحقيقية وتروح تنتحل لإلها شخصية وهمية، وبتصير عايشة بشخصيتين وتصاب بالانفصام وألم كبير الانفصام. وممكن تروح على مرض تاني انها هالبنت تصاب برفض لهويتها كبنت وتطلع لسبيان، او انه يصير عندها بالشذوذ بالجنس. هو احدى الاسباب يلي بتأدي لهيك عقاد وامراض. يسوع لانه فات الى هالنوع من الالام، حمل الام الرفض بذات الوقت، لانه يسوع ومش لانه شخص عادي، حامل بشخصه دواعي الشفاء. مشان هيك يسوع رفض اللي بحس حاله مرفوض يشرف لعند يسوع يطلب الشفاء من شيء، من كل شيء سبب الرفض بحياته من آلام وعقد. نعم ابونا، اول شيء بدنا نعيد كل اللي اسمهم اليوم ميشيل ومخايل، وبدنا نعتذر من المشاهدين يمكن عم بترافق حلقتنا بعض الضجيج اللي هي ضجيج الاحتفالات، لان احنا موجودين تحت بمسرح كنيسة مار مخايل، فعذرا يمكن اذا رافقتنا بعض الضجه، بس ان شاء الله يكون الصوت مسموع وواضح. مفروض. بس ومنعيد كل اللي عيدون الليله. سؤال يا ابونا تعليقا على النقطه اللي ذكرتها هون، شو دور الام؟ دور الام اول شيء انها توعى انها هي اقترفت غلط، وتجرب انها تعوض عن هالرفض بحنان زايد، بعطف زايد، باهتمام زايد لهالشخص. بعدين كثير مهم الاعتذار. توقف الام قدام ابنها او بنتها وتقول لها يا امي كنت بجهل، كنت بوضع ما كنت مدركه للامور ونتائجها، وتصرفت بهالاحساس وبعثت لك، بس انا اليوم من قلبي بقول لك وبعبر لك عن حبي وقبولي لإلك، ومثل ما انت بحبك بشخصك بجمالك. هذا الاعتذار كثير بيساهم بالشفاء، وبذات الوقت الصلاه، الاتكال على يسوع. لا يسوع فات الى هالمعاناه لانه تيحمل لها المعاناه الشفاء، لانه الله. بس يروح على الرفض كانسان رفض وسبب له الم كبير، بس كاله احدث الشفاء بالطبيعه ودخل الشفاء للطبيعه. نتحمل اوجاع تيشفينا منها. نعم. منروح على كمان الجزء المهين الثاني اللي تعرض له يسوع، هو الشعور بانه متروك ومهمل. اذا منراقب وبنرجع منصور الالام اللي قطع فيها يسوع، احلى عزا له كان، بس طبعا قدام الماس تبع عدد البشر بيطلع النسبه كثير فارقه كبير. كان في العذراء ويوحنا هن الوحيدين رفقاته على والمجدليه، على درب الالام كانوا العزا الوحيد يلي رغم كل التهديدات يلي ممكن يتعرضوا لها إذا انعرفوا إنه هو تبع يسوع، رغم كل القرارات اللي طلعت من الحكام بهك الوقت إنه يقتلوا كل مين يتبع لإله، تحدوا كل هالقرارات وبقيوا مرافقين ليسوع. لما يتطلع بأمه ويشوفها كانت تسبب له مصدر عزا كبير، هالحب يلي ما تخلى عنه بآخر لحظة وبوقت الشدة. أصعب شغلة علي اني لاقي اصحاب لالي كثير بافراحي بوقت تعتيري واحزاني، الكل يستقيلوا وبطلوا يتعرفوا علي او يزهقوا مني او يحسوني صرت بعبء ثقيل عليهم. لا، لان الانسان المتالم بصير شوي متطلب. ما تتصوري الاهمال بلحظه الصليب والالم قديه بيعمل الم اكبر من الالام اللي بيحملها الامراض واللي بذات الوقت التركي. اليوم في خطر ببيوتنا هي عدم حضور الاهل مع اولادهم، بيتركون مع الصنيع، بيتركون ما بصير فيها الحوار هالانفتاح بالقلب، هالاخذ والعطاء بين الاهل واولادهم. هاي التركي ممكن تسبب انغلاق على نفس الولد ويروح يفتح قلبه لانسان بيسمع له
بس يكون برات البيت وربك عليهم هالإنسان شو نوعية أخلاقه شو تربيته يعني. بس هالولد عم ينفتح برا لأن ما قادر، لأن متروك بالبيت، لأن مهمل بالبيت، فتش على الأمام برا. كمان إذا ابننا أو نحن بحياتنا انتركنا ما كان في من يصغي إلينا، كتير مهم الإصغاء. أنا اليوم كاهن، بيجي أوقات شخص بيبقى حامل جبال من المشاكل، بيقعد قدامي ويبلش يحكي، ما بحكي، مجرد قعدت تسمعت امتصيت من مشكلته 60 و70%. كتير مهم الشخص يلاقي قدامه من يستمع له وبيستمع، مش بس مجرد اني فاتح ديني وفاتح قلب ومتفاعل معه بمشاعري ومتضامن معه، بذات الوقت مستعد اني معه اخذ قرار تحت تالي نروح بالمشكلة الى حل والخروج منها. مشكلة الترك والاهمال مشكلة بتأثر كتير على نفسية الانسان وبتطلع من احدى اوجه البشاعة طبعها انها تطلع قلوب قاسية، قلوب ممكن تتحول الى الاجرام في كبر، ممكن تتحول الى معاطاة بالمخدرات الادمان او الى الطرق الغلط بسلوك الشهوة والدعارة. وهودي السبب ليه؟ لان لما الولد بينترك يهمل تنجرح عطفته، ينجرح حبه، والحب اذا ما شبع منه الولد بيوصل على وقت ينتج قلب قاسي، وقساوة القلب بتخلي الانسان يصير يأذي وينبسط بأذي، مثل كأني بدي انتقم. ليه؟ لان القلب ما انه مليان بالحب تيحس انه هالأذى قديش عم بيسبب وجع، وبذات الوقت كأن عندي طار انا بدي انتقم من المجتمع يلي طلعني خالي من الحب او يلي طلعني انسان معبى من مشاكلي بس مش قادر ظهرها لبرا لان ما في مين يسمع لي او يحبني. هون على نقطة انه متروك ومهمل، كنا ذكرنا كمان الاسبوع الماضي قال بالمزمور 69 انتظرت رقة فلم تكن ومعزينا فلم اجد. هيدا وضع يسوع كان على الصليب، حتى انه تلاميذه تركوه وانكروه ويهوذا اسلموا للقتل. وصل بالتركة يسوع انه عيش، بس كانسان عم نحكي هون، عيش الاحساس على الصليب حتى فات وصل بالتخلي يحس احساس هيدا انه حتى بيو بالسماء تخلى عنه. وهيدا اللي وصل اخر جمله، هيدي قمه الافلاس والتخلي تبع يسوع. لما بقول افلاس مش معناتها الله فضي، بس قمه التخلي، حتى وصل على وقت التجربه وصلت عليه انه يتخلى عن هالعلاقه اللي ما بتنفصل بينه وبين بيو، ويحس مثل وكأن البي تركه، تصرخ له على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني شوفي لحدوة. مشان هيك إذا عم عيش خبرة الترك والإهمال، لما نروح بوقف قدام يسوع تصلي، خليني أتذكر أنا قدام إله عايش كل هالمشاعر المجروحة، اختبرها وشاف ضيق مرارة ألامها، بذات الوقت كإله حمل الشفاء لإلها. مشان هيك يخليني افرح وانبسط كل مره بوقف قدام يسوع، انا قدام اله بيفهمني، اختبر مشاعري واختبر افلاسي واختبر الترك واختبر اهمالي واختبر الرفض، كلهم هاو في سبيل انه يحمل لي الشفاء ويشيلني من وقت. يعني هون الفئه المقصوده بهيدي الالام هي كل انسان هجر من حبيب او انترك بلا، احيانا كمان بلا سبب واضح، او انسان حرم من شخص بحبه ومحروم اوقات من شخص بيفهمه. الرب هون دائما هو التعزيه. كمان بيقول الرب تعويضا لهالنفس عن هجر الناس والوحده اللي بيعيشها، بيقول باشعيا 60 الايه 15 قومي استنيري لانه قد جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك، عوضا عن كونك مهجوره ومبغضه بلا عابر بك اجعلك فخرا ابديا، فرح دور فدور عوضا عن النحاس اتي بالذهب. انه هون الذهب يعني اكيد بيعبر عن المجد اللي ناطرنا، يعني الرب رح يعوضنا بالمجد. انا بقول قلب يسوع كمية الحب الموجودة فيه
يلي على الأكيد كلنا باللاهوت نحن منقول الرب حبه إلى ما لا نهاية لا حدود. يعني فينا نغرف ونغرف ونغرف وناخد كل حاجتنا تننشفى من كل النقص اللي عنا إياه، وهالقلب منعرف إنه ما بيفضى لأنه حبه لا محدود. خلينا نطمع بقلب يسوع وناخد حاجتنا منه ونداوي فيها جروحها. اسمح لي كمان هون قول شو قال داود النبي كمان اللي تعرض انه تركه من اصحابه واقربائه، اجى لعند الرب وسلمه كل اموره وقال له ابي وامي قد تركاني والرب يضمني، الرب نوري وخلاصي فممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعب، لانه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخره يرفعني، اغني وارنم للرب. يعني عطاه المجد. هو كلمات طرفي منرتلهم نحن، بس اوقات منرتلهم منركز على اللحن اكثر مع الكلمه. ايه انه من الكلمه، مع انه الكلمه حامله صلاه وحامله دعوه للشفاء. ننبسط باللحن اكثر. ننبسط باللحن بس ما بننبسط بالكلمه وما بنفكر فيها للكلمه. نعم. الالام الثالثه كمان الجرح الثالث اللي حمله يسوع على الصليب هو الهزء والاحتقار. الرب تعرض لكلام كتير مشين وبمطرح استضعف واعتبر جبان وغير قادر على الدفاع حتى عن نفسه، مع انه كان قادر عنده قوة بلحظة اللي ظهر بمجده على جبل التجلي، وقعوا كالاموات اللي كانوا معه، كالاموات ما قدروا يتحملوا المجد اللي هو فيه. قديش عظيم الرب وقديه كان مخبى عظمته بالطبيعه بالناسوت. بنقول له وحتى لاهوتك اخفيت لاهوتك بناسوتنا. الرب خبى طمش عظمته كاله بالطبيعه البشريه. وصل على مطرح اتحمل كلام تهجموا فيه عليه انه ضعيف انه جبان. كان في تحدي عنده لما كان على الصليب، ان كنت ابن الله نزال خلصنا وخلص نفسك. بذات الوقت اتهم اتهامات جائره جرحته بالصميم، جرحت له كرامته، غيرت له صيته وعظمته. على الاكيد الرب كلهم بعدين هودي كل اللي حكيوا واللي بربروا انتهوا ومجد الله رجع بين واعتلن. لكن بوقتها شو هالألام يلي كان عم بعينيها؟ هون بقدر افهم كل انسان وكل واحد بحياته في خبريه من هالنوع، بمطرح نحن تعرضنا لحكي الناس ورأيهم فينا، تعرضنا لكلام ظالم تهمنا فيه باخبار ما خصنا فيها، والاخبار كانت لدرجه انها تجرح صيتنا، تجرح علاقتنا مع الناس. وهيدي وقت اللي حكينا عن بير منصور لبكي يا حرام، انه هالجرح ولما تلفن لي قال لي انا مش حامل صليب، انا معلق على الصليب. قد ما كان عم يتألم من جوا على خبريه لبصوه اياها وراحوا يتنقلوها بوسائل الاعلام ويتسلوا فيها. ما تتصوري العرضه للسخريه وللانتقاد، خاصة إذا كان باطل، قديه بيسبب آلام وقديه بيدمر. وهيدي هون مننقل كلمة يسوع اللي بيقول قيل لكم في البدء أن من قتل يستوجب نار جهنم، أما أنا فأقول من قال لأخيه يا راقة يستحق نار الدينونة. شو معناتها؟ شو معنات من قال لأخيه يا راقة؟ يعني يا أحمق. معناتها كل من يقتل صيت الآخر هو بمثابة القتل اللي بيقتل فيه حياة الآخر. وإذا الرب قتل الكرامة، الدق بالصيت، الدق بشهرة الإنسان بتوازي الدق بحياة الإنسان. يعني ما عاد القتل عند يسوع هو فقط لما بنهي حياة إنسان، القتل كمان لما بنهي بمجتمعه، لما بنهي ببيته، لما بنهي علاقته مع الناس، لما بنهي علاقته بالشغل. نعم. من وراء خبريه بفبرك له اياها وبروح ببثها. وبتعرف اليوم
في وسائل الإعلام وفي طريقة نقدر نركب فيها صور نقدر نعمل التباديع فيها. يعني اللي بده يأذي والشرير بيعرف كيف بيعمل تركيبته وبيعرف كيف يوصل لكرامة الشخص ودمه. وسائل اليوم أبونا، أنا ما زالك أعطيت أبونا مثل حي يمكن عشناه فترة هون، كيف الإنسان بيستقي من ألام يسوع شفاء؟ كمان نحن قدام إليه مش بس الرفض، مش بس أهمل، كمان قدام إليه نحكى عنه بالعاطل. أكثر من هيك ما اكتفوا بس إنه وقت اللي كان عم ينصلب استهزأوا وحكوا اللي بدهم يحكوه، بعدهم كافيين اليوم. كل مرة بينزلوا له يسوع خبرية وفيلم، نزلوا له فيلم دافينشي كود يلي هالزلمة المعتوه هذا اللي حطه ما بعرف لهالقد عملوا له أهمية وصار راكد الناس بدها تحضر تشوف شو فيه، مع إنه ناتج من زلمة ما بيستحق حتى يكون إنسان. يعني زلمة مختل، زلمة معقد، راح ينسب لنفسه أنه هو من نسل المجدلية يلي تجوزها يسوع وجاب لنا أولاد وهو من نسله. يعني هيدا أو عنده مرض البارانويا أو عنده مرض العظمي، أو بدك تشوف المنظمة اللي وراء هيك، أو أفلات. ممكن يكون شرير فعلا، وعلى الأكيد يمكن اثنين. نعم، هديك مثبتة أنه زلمة مريض ومعقد. نعم، وهديك خفية. يعني مازال لليوم الرب عم يتعرض لها، مازال للهزء. نعم، وللسخرية، ومازال لليوم بيتعرض للتجديف. نعم، قد ايه في ناس كل يوم هيك على صحة السلامة وبالتسلية بيسبوا اسم الله، صح، بيسبوا الدين، بيسبوا بجدفوا على اسم يسوع، بيسبوا الإنجيل، بيسبوا إلهك، بتكون محط كلام هادي، بتصير محط كلام. يعني بفكر حاله انه انا رجال لما بحكيها هيدي، وانه هلا انا حمقان زي حمن دربي، شو خص ربك عم تسبه؟ مش الله خلقك لحتى تمجده وتشكره وتسبحه، شو عم تعمل؟ بعدك نازل فيه دق باسمه وبصيته للرب وبعده سكت لك، بعده فتح لك مجال التوبه. يعني بعدنا نحن عم نصلبه كل لحظه ابونا، نازلين وما وقف صليب يسوع اصلا، ما وقف. نعم، مشان هيك الذبيحه بعدها مكفيه، وكل يوم الكنيسة بتقدس يسوع، كل يوم يصلب بذبيحة القداس وبيرجع يهرق هالدم على ايدين الكاهن تيرجع يوفي خطايا ونجاسة البشر وخياناتهم. ابونا، اوقات موقف الكنيسة انه بتلتزم الصمت هو المطلوب؟ يعني الرب هون كمان التزم الصمت تجاه، في اوقات بتلتزم الصمت عن حكمة. نعم، بس في اوقات بتلتزم الصمت عن تقصير، بيستلشوا. يعني في رعايا اليوم عم بصير فيها تباديع، الكاهن انه شو بدي فيهم؟ لا بدك فيهم اليوم، ساعة في غلط بقلب الرعية ما فيكش توقف موقف الناتر منه انه يدبروا راسهم وخلص الناس بتعرف. انت ككاهن كراعي المفروض تكون صاحب كلمة وموقف، خاصة اذا كان في جمعيات فيها خطر، فيها قدرة على التضليل، عم تسحب ناس من الايمان الصحيح وتجرهم وراها. مفروض الكنيسة هون الصمت مش عطول فضيلي. نعم، هلا في اوقات حكمه انه ما نجاوب طبعا نكبر الشغله او ما بتستحق، بس وقت اللي بتستحق لازم الكنيسه تطلع عن صمتها وتعلن موقف وتنبه الناس وتخبرهم. هلا في ناس بتحجب ما بدي خوفهم، لو شو ما بدك خوفهم؟ ما اذا ما خوفتهم عندك مصيبه اكبر، فوت بمصيبه الخوف لا تروح على المصيبه الاكبر، انه هاو يصيروا مثل كانما في رادع لهم وفالتين على رعيتك وعم بيسحبوا لك الناس واحد ورا الثاني. نعم، طيب اليوم حضرتك كراعي بكنيستك قد ايه بيألمك هيدا الموضوع انه الكل لنفسه مش للرب، يعني كله بيفكر الامانه للنفس للذات؟ لك اليوم هيني قاعده ما تعملي شيء، لا تنتقدي ولا بتربي لك اعداء ولا لا بتسمعي كلمه على الهامش، على الهامش. أصعب كثير إنك تكوني تتحملي المسؤولية وتعلني قرار وقت اللي لازم تاخدي قرار. كل مرة بدي آخذ قرار على غلط أنا شايفه وأنا صاحب مسؤولية، على الأكيد هذا القرار بده يخلق لي أعداء، رح يخلق ناس يقولوا لي ميرسي خلصنا، بس رح يخلق لي ناس يعدوني لأني وقفت عملت لهم ضرر، وقفت لهم مصالحهم، وقفت لهم خطتهم.
نعم. وبذات الوقت ما بيقروها اني انا عم بشتغل لخير المجتمع ولخير الناس، بيقروها ان جيت عرقلنا ومينك انت ومين فرجيك. نعم. وساعتها بتبلش. مش لازم الكاهن يتردد ويخيف، مفروض يكون على مثال معلمه. نعم. كلمة الحق مطرح لازم تنقال، لازم تنقال مشان يسكت عنها. بتسمح لي اذكر بعض الايات اللي بتبين قد ايه استهزئ فيه للرب واحتقر؟ تنبأ عنه ارميا بمراثيه فصل 3 الايه 14: صرت مثار هزء لشعبي واهجيه لهم اليوم كله. صار مثل مسحه وغنيه. رجع هيرودس الملك استهزأ به، إذ ورد بلوقا 23 الآية 11: فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا. بيكمل الوحي وبيقول: وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به. كمان بمتى 27: كانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، وبصقوا عليه. بالمزمور 109: صرت عندهم عارا ينظرون إلي فيهزن رؤوسهم شامتين. يعني بزقوا عليه وبيقولوا نتفوا لحيته، وقد ايه هالشيء، وعروه قدام الشعب، وقد ايه هالشيء كان جارح لإله. تريز على الأكيد لما بعتوا بيلاطس لعند هيرودس، هيرودس عيد وانبسط انه جاي لعندي، كان معتبر انه الاعمال اللي عم يعملها هي اعمال بهلوانيه سحريه، واعتبر بمجد يسوع لعندي هلا بلزمه يعمل لي من يعني مثل اللي جايب سيرك لعنده. هيك قريو هيرودس، تاملي ابن الله باعماله كان عم يعمل خلاص للكون والعالم، ينوجد قدام انسان مجوني أناني شهواني ثلاث ارباع مجنون دموي قاعد عم يتمسخر عليه ويفرض عليه نوع من الآراء، وهو ملك الكون رب الكون. يعني بقي بيقولوا يسوع عند بيلاط وعند هيرودس لم ينبس بكلمة، لم يقل كلمة، تخزأ ثيابه هيرودس، واخر شيء لما شاف انه ما راح يعمل له شيء بيقوم بيردوا لبيلاطس بيقول لهم تحكم عليه، انا ما راح احكم عليه. نعم. اذا بس بنتخيل الموقف، ما بدي اتخيله كانسان، ما فيش حط حالي انا محل يسوع هونيك. صح. لان انا ما في يكون محل يسوع، ما في يدركها الانسان، ما في يدركها، لانه انا اذا وقفت الموقف راح اوقف انسان قدام ملك. نعم. بس هون رب اله قدام ملك عم يقراني بغلط وسلطه مني. نعم. سلطانه مني. نعم. وبذات الوقت اعماله ضاربه نابة بالشر وباللي. نعم. عم يحكم على شخص ملك الملوك، ملك الملوك وابن الله، ولم يقترف اسم. نعم. ابونا رح نفوت على بريك، وبذكر هون انه الالام كلها كانت الرب الجسد يعني تحملها. نعم. وليس كاله. نعم. رح نريحك شوي أبونا، مشاهدينا فاصل ومنتابع. عودة لكم مشاهدينا، وما زلنا متابعين بآلام الرب يسوع النفسية اللي عانيها على الصليب، وكنا وصلنا لآلام الهزء والاحتقار أبونا. وهون بس بحب أقول شو وصف أشعيا النبي هالموقف، وقال بالفصل 53 الآية 3: محتقر ومخذول من الناس، كمن حجب الناس عنه وجوههم فلم نأبه له. يعني قد ايه كان محتقر لدرجة انه الناس ما ركزت عليه. لكن بنرجع ابونا لاخر نقطة من الالام اللي هي الاحساس بالظلم. اي فئة من الناس هيدي الالام بتخصها؟ كل اللي مأكول حقوقهم، كل اللي مش قادر يطالب بحقه. نعم. كل شخص ضعيف قدام قوي يلي مفروض هو ينصره للضعيف، لان بايده سلطه، القوي محتقر السلطه لإله واكل حقوق الضعيف. هذا هو المظلوم يلي بيوازي يسوع، هؤلاء المظلومين بيوازيهم فيه. كل ما فعلتموه مع احد اخوتي هؤلاء الصغار بي انا فعلتموه.
اللي بيمد ايده على مستضعف، اللي بيمد ايده على مظلوم، اللي بيمد ايده على يتيم، اللي بيمد ايده على جيعان. شو يعني بمد ايده؟ مش خبطه، يعني مد ايده على حقوقه. يعني مفترض المجتمع ينصفه لهالشخص والقانون يأمن له حقه، لأنه الحق ما بيجي لأني أنا قوي بقدر طاله، وإذا مش قوي ما بقدر حصل حقي. الحق هذا مكتسب لكل الناس، والدولة انوجدت حتى تحفظ حقوق الناس. تأمل اليوم نحن عايشين بدولة هي بتاكل حقوق الناس، عايشين بمجتمع ما بقدر طالب بحقي فيه، عايشين بمجتمع ما فيه عدالة. إذا حدا غلط معي ما قادر روح أرفع عليه دعوة، ما قادر طالب بحقي بواسطة القانون. لا، لأن القانون يرتشى، اللي بيدفع أكثر القانون لجانبه بيكون والحق معه. هيدا كله هالظلم. يسوع كيف تحت لي انوشى فيه؟ اندفع حقه 30 ليرة، اللي معه مصاري. وبعدين كيف تحت لي حاكمه بيلاطس؟ حاكمه بيلاطس يلي كان بوقتها بايده السلطه. بالاول كان عم يتهرب، جرب يكبه على هيرودس، بعدين جرب انه يبريه، يقول له منو عامل شيء، لشو بدي حاكمه. بلش يتنحى شوي شوي وكان على اهبه انه يفلته، توصلوا على مطرح صار ينادوا من تحت ان لم تصلبه سنتشكيك عند قيصر، انت غير محب لقيصر. حس بهالجمله بيلاطس انه هاو ممكن يطيروني عن الكرسي، ممكن اخسر مقامي، بين اني اخسر سلطاني وبين اني احكم بعدل. جرب هون يسلم الحقيقه للمحاكمه اللي هي يسوع، في سبيل انه يحافظ. هذا الظلم يلي منيله او منتعرض له من اشخاص انانيين بيفكروا بحالهم، ما بيفكروا انه في عدالة مفروض انا انصفها وكون الى جانبها. هاو الاشخاص كل يوم بالمجتمع عم ياكلوا قتلة، وعم يتعرضوا لالام هايلة، عم ينزلوا. وفي اشخاص عم يتعرضوا قدام، في اشخاص مكبوبين بالحبوسة هن ابرياء، بس لأن ما في عنده محامي يقدر يدافع عنه ويبين له براءته، واتهم ظلم. بذات الوقت المظلوم كمان أوقات بيكون المسجون، بينحط بحبس ما فيه عدالة. الحبس هو المكان تحت نرجع نأهل الإنسان تيطلع رجل صالح للمجتمع. بفوت مجرم بيطلع مجرم أكثر بأربع أضعاف، لأن حتى ما في عدالة، في ظلم بقلب السجن بالطريقه اللي بنحاكم فيها الخاطئ او المغلط. اوقات كثير نحن عبونا بحياتنا بعائلتنا بنقول طيب انا ليش عم بتعامل هيك؟ انه ما بستاهل هيك، على طول في عندنا هذا الاحساس انه نحن مظلومين، يعني مش ضروري تكون شغله كبيره بقلب عيالنا، ليش عم يعاملوني هيك؟ طيب ليه ما عم بيقدروني؟ ليه ما عم بيكفوني؟ انه ما بستاهل هالتعاطي، انه هون مش لازم نسال بقى هالاسئله. هلا في بعض العائلات تظلم اولادها. مش ظلم الاولاد، حتى الاهل انه بيقولوا انه كمان نحن عم ننظلم بتعاطي الاولاد مع اهلهم. كمان الظلم ممكن يجي من الاولاد تجاه الاهل، يعني او العكس، كمان في الاهل للاولاد. خبريه حلوه انه الرب هو التعزيه بهالحاله. ايه، خلينا بس نضوي شوي على انواع الظلم. بس بدنا نعجي شوي ابونا ما يضل معنا كل الشبكه هالموضوع. الظلم هو اوقات في ولاد بحسوا بالبيت الاهل بحبوا خي ع خي، بعاملوا خي بطريقه والاخر بطريقه انقص من الثاني. هيدي بتربى في نوع من التحقير بنفسه، بيطلع بيكبر فيها. او كمان الاهل اللي حبوا كثير اولادهم، والاهل الاولاد بس كبروا كانوا ناكرين جميل، كانوا طمعين، طمعوا بثروه الورثه، وبس حصلوا عليها كبوا الاهل وما اعتنوا فيهم، كبوهم بمأوى او ما امنوا لهم اخره صالحه او اخره محترمه. هيدي كمان يسوع قطع فيها، نعم، واملنا الشفاء
إذا حابين نروح لعنده. تسمح لي كمان استشهد بكم آية عن هالإحساس بالظلم، ورد بمزمور 109 الآية 3: قاتلوني بلا سبب، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي، ليس عدو يعيرني فأحتمل، بل إنسان عديل ألفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة. هون عم يذكر أنه أقرب الناس لإله هن اللي ظلموه. كمان بمزمور 41 قال: آكل خبزي رفع علي عقبه، انه اللي كان عم بيشاركوا الخبز هون يمكن عم يذكر يهوذا، مظبوط ابونا، اللي كمان طعنته طعنه كثير بمشاعره، قال: قلبي مجروح في داخلي، مزمور 109. يعني الخوف من هالالام بالظلم، الاحساس ذكرنا كمان هالكلمه اللي قالها يسوع: نفسي كئيبه حتى الموت. وطلع لعند الرسل قال لهم: سهروا معي، وجودكم حد بيعزيني بيقويني. حسب الوحدة. هالألام النفسي يلي الجميع تركوني. نعم أبونا، الخوف من هيدا الألم إنه يحسسنا بالشفقة عن النفس، بنصير نحن شفقانين على نفسنا، واللي هيدا خوف إنه يستغله إبليس ضدنا كمان، يصير عنا هالنظرة الدنية لذاتنا. هي ممكن تحول مرض. نعم أكيد خطرة. الشفقة على النفس بصير انسان دائما بصير يعني بيخترع قصص بس حتى يجلب الناس لانتباهه. لا، لانه بمطرح انصاب بتدمير للشخصيه ولصيته. نعم ابونا، ورد باشعياء: احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. هون بدنا نعرف لوين حملها ولوين اخذها. بيقول بنعرف نحن انه اورشليم بالكتاب المقدس هي ملكوت الله وترمز للقلب. صحيح. نحن بنعرف انه كان الجروحات على الصليب، الام الصليب كانت باورشليم، والصلب كان برات اورشليم، وكانه الصوره هون حملها من خارج قلبنا مره. ما بعرف، حلوه، حملها الى البعيد. رائع. ايه انا بوافقك، جديد الفكره لإلي وانا كليا بوافقك. يعني حلو نتأمل فيها وحلو نعمل عنها موضوع. يعني أورشليم هي خارج القلب، أخذها خارج القلب، أخذ ألامنا من جوا وظهر فيها لبرا، اللي هي ودفع برات أورشليم. رائع، منيح، رائع، بون بوان لإلي. بس بدك نفوت كيف حمل شفاءاتنا. هلا أكيد كل هالألام رح تعمل مرارة عند الإنسان، كيف بدنا ناخذ الشفاء؟ هيدي يلي هلا طرحنا نيجاتيف. نعم. ومش لازم دائما بده يحكي عن يسوع، مش لازم يحكي نيجاتيف. بدنا نعطي الحل. بدنا دائما نعرض الحل، لأن نعمل بلبلة. حتى الكنيسة بس عملت درب الصليب كانوا ينهوا يسوع بالقبر، يعني كلها نيجاتيف، أكل قتلة وحمل الصليب ووقع تحت الصليب وأكل جلد، واخر شيء فات على القبر وبينهار. لا، الكنيسه رجعت زادت عليه مرحله اخيره اسمها مرحله القيامه. نعم. دائما يسوع ينتهي معه الخبريه بالرجع. ما بدنا نحكي سلبيات وتعرض للقتل وتعرض للرفض وتعرض للهزق والله يستر. بدنا نحكي الحلول شو هي. يعني هون اهميه انه ارى بالايمان، يعني ارى ما لا يرى. الانسان يلي تعرض لهالانواع من الجروحات من الالام، كيف منقدر ننشفى بقعدة مع يسوع؟ إذا بناخد صور من الإنجيل بيطلع عنا حصيلة كتير حلوة وكتير مهمة إنا نسمعها. بيقول يسوع: خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي. هيدي أول نوع من الشفاء. مين بحاجة لإله؟ يد الرب يلي بترمز للحماية. كل اللي بحسوا بحياتهم إنه أنا مني محمي، أنا عرضة من إبليس إنه يهاجمني بتجارب، ومن الناس إنها تدمرني وتنتهك كرامتي وحقوقي وتدخل إلى خاصيتي. إيد الرب ترمز الى الحمايه. الام ساعة اللي بتشوف ابنها بخطر شو بتعمل؟ دغري بتلقطه على ايدها وبتحمله وبتحط ايدها مثل كانه نقطه دفاع او حاجز فصل بينه وبين الخطر يلي جاي عليه.
الايد، ايد الام يلي بدها ترد اذا كانت حدا تعرض لابنها. ايد الرب هي ترمز، يعني الكل اللي بحسه الحمايه بحياتهم سقطت، رجاء نروح عند الرب وقول له يا رب حط ايدك ورد حمايتك لالي، حط ايدك ورجع رد لالي الطمانينه، انزع مني الخوف يلي نابع من وراء هجومات تعرضت لها ظلما ما كانت على وشها. هي اول نوع من الشفاء. ثاني نوع من الشفاء هي كمان ناخذها من الانجيل، بيقول عندما اضاع الرب الخروف الضال ترك التسعة والتسعين وذهب في البحث عنه، لما وجده وجده وضعه على كتفه واعاده الى الحظيره. هاي تاني شغله، كتف الرب. لكن جسم يسوع كله هو مصدر شفاء، مصدر نعمه للانسان. كل ما بنحس عندنا حاجه بدنا نعرف لوين بدنا نروح على يسوع ونسحب حاجتنا منه. اذا بتحس انت غير روح على ايدين يسوع. بتحس حالك كتف الرب يرمز للعجز العاجز، ممكن تسوقنا الخطايا الى مطارح نصير عاجزين نطلع منها، تسوقنا الى تجارب تأسرنا تتسلط علينا وتتحول بطبيعتنا الى عادات سيئة ونصير نحن عايشين تحت رحمتها. هون ساعة اللي بصير عاجز اني اقدر اطلع من الخطية، اتذكر هناك كتف الرب يلي حط الخروف يلي ما كان بقى قادر عنده القدرة انه يمشي تيرجع للحظيرة. قل له للرب انا صرت بموقع ما بقى قادر اطلع منه، دخيلك. هو اللي على كتفه يسوع حمل صليبنا والصليب اللي ما كنت انا قادر احمله. هو عبء الخطيه حطه الرب على كتفه وحمله عني. مستعد من كتفه يرجع يرد القوه لإلي ويشيلني من الموقع اللي مرتب في التعليم. ابونا قد ايه مهم كمان هون نضوي انه هو اله الخروف الواحد، ما نقول انه معقول يترك كل العالم ويهتم فيه. هيدي موضوع الناس بدها تعرف، انا عند الله مني رقم بالبشرية. نعم. الله يعرفني باسمي وشخصيا بيعرفني. حلوة. الخراف تسمع صوتي وأنا أناديها بأسمائها، هيك بيقول يسوع، تسمع صوتي وأنا أعرفها باسمها. يعني أنت عند الرب منك رقم، أنت شخص وحيدة وفريدة. فيك لما تقعدي تصلي قدام يسوع تعرفي ما في اثنين تراز بالبشريه، لا بيجي ولا اجى. الحمد لله. وبذات الوقت لا، يا ريت بيجي، بس الانسان هالقد بفرادته. حلو. وبذات الوقت وحيد وبعدين مميز. نعم. شخصيته ما في منها. بيبقوا توم، بس كل واحد عنده طبع وشخصيته، لو من برا بنتشابه. فإذا تاني شغلة نوع من الشفاء عند يسوع كتف الرب. بعدين ينادينا بالاسم كمان، قال له هابيل أين قايين أين أخوك؟ أين أخوك؟ آدم أين أنت؟ كل واحد باسمه. المنادات بالاسم كتير مهمة. بحب يحدد الرب. بيقول يسوع أنا عنده معروف حتى بعدد شعر راسي. وبيقولها بالإنجيل، شعر رؤوسكم كلها محصات. هيدي تدل قديش انا عند الرب حاضر، حتى انا حاضر عنده باشياء انا ما بعرفها عن حالي هو بيعرفها عني. يعني انا ما بعرف اليوم كم شعره في براسي. نعم. هو بيعرف، وبيعرف كل يوم كم شعره بتوقع وكم شعره. كمان هي ميزه عند الرب ابونا التحديد، يعني حتى وقت بده منا شيء بحدد، يعني ما بيعمم. لا، لان الله بيربط علاقه مع شخص مش مع مصلحه. اللي بيربط علاقه مع مصلحه بتصيري انت رقم عنده. نهار البطل عايزك بيشيلك كرائم وبردك صفر. الله لا، الله علاقته معنا شخص لشخص لأنه بحب. نعم. ثالث نوع من الشفاء كمان. فإذا أول نوع كل اللي بحسوا منه محميين إيد يسوع ناطرتهم. كل اللي بحسوا إنهم عاجزين كتف يسوع ناطرهم. ثالث نوع لما راح يسوع بيقول على العشاء السري، لما قال احدكم سيسلمني بيقوموا بدزوا التلاميذ يوحنا، دخيلك انت قل له بتمون عليه. بيقول النص فاتكأ يوحنا على صدر يسوع.
هذا المكان لكل مين بحس عنده نقص بالحب، لكل مين عنده رفض، عنده إهمال، عنده هزق وسخرية، محتقر، عنده جروحات بطفولته، محتقر، مهين، هاو يروحوا على قلب يسوع ويحطوا راسهم عونيك ويعبوا من كل شيء نقص فيه الحياة معهم من الحب. بتذكر أنا المصلوب ببيتها للقديسة جيما جلجاني بلوكا حد فلورنس بإيطاليا. إذا بتروح على بيتها في مصلوب عجائبي، بس فعلا لما بتوقف قدامه هالمصلوب بتحسي أسمى عبارات الحب. لا قد ما نعيش قدام هالمصلوب قصص من الحب بين قديسة جيما وهوي. كانت توقف قدام المصلوب كل يوم وتحط مخها على جرحه وتقعد تبوس هالجرح وتقول له ليسوع يا ريتني كنت بهيك الوقت، ده ما كنت خليت حدا يضربك ويفتح لك الجرح بقلبك. لا. وتبوس وتبوس كل يوم تبوسه وتصلي. طب بتقول القصة بتقول تحتي الاخر شيء يسوع ما عاد قادر قدام هالمشاعر من الحب الفياضة كانت قدامه. بتشوف جيما بيوقع مسمار عن هالصليب وما بتشوف الا هالايد نزلت غمرتها باسا المصلوب ورجعت ردت هالايد الى مكانها. تتشوفي قديه قلب الله يحمل من طاقات حب للانسان قادره تعوض له وترجع ترده من اكبر الاغنياء بالعاطفه، بس نحن ما عم نعرف نروح ناخذ من هالكنوز يلي موجوده بقلب يسوع. نعم. صلاه مسبحه الرحمه، مسبحه قلب يسوع، انت ما تشوفي قديه فيها من الحب الفياض لكل النفوس اللي بحسوا بقلبهم في عندهم قساوه، عندهم جفاف، عندهم نوع من الفتور، عندهم احباط، عندهم ياس، يروح يحطوا مخهم على قلب يسوع ويشوفوا هالقلب كيف بيرجع يولعهم. واخر وحده تحت لي ما اخر وحده بيقول لما انعزم يسوع عند عند سمعان الفريسي بتلاقيه لهونيك المجدليه وعلى اجرين يسوع بتروح تبلهم بدموعها تمسحهم بشعره وتبوسهم. رابع نوع من الشفاء اقدام يسوع. الاقدام شو هي؟ لما بتحسي اوقات الخطيه مرمغتك وابليس عمل لك عقد ذنب انت المجرمه وبصير يذكرك فيهم انه انت بالماضي عملت هيك وصار معك هيك، وبتصير هالافكار تجوش براسك وتوصلك على مطرح تعمل لك قلق بالله ما بتعود تنامي. روحي بتواضع واركعي على اجرين يسوع تيرجع يرفعك ويردك الى المقام الاول. اربع اشياء للشفاء. مثل ما حكينا اربع جروحات تعرض لها يسوع على الصليب بين الاهمال والرفض والهزق والسخريه، و ايد يسوع الحمايه، كتف يسوع القوه اللي بتقضي على العجز، قلب يسوع الحب يلي بسد كل نقص بالحب بالعاطفه، واجرين يسوع يلي هن التواضع يلي بيرجع من بعد ما الخطيه حقرتني بيرجع بيرفعني وبردني الى مقام اول. هون الاقدام انه تدوس يعني كمان لها تفسير كثير حلو رائع. يسوع حامل بطبيعته اللي حمل كل انواع الشفاء للانسان وداس وقالنا اعطانا السلطان انه فيكم تدوسوا الحياه والعقارب. بدها تواضع. اجرين يسوع عليه بالتواضع. نعم. بتسمح لي بس دوي على نقطه كثير حلوه بتعبر قديش الام يسوع النفسيه كانت. بخبرنا بسفر اللاويين فصل 13 عن مصير الشخص بالعهد القديم اذا اصيب بمرض البرص، وهناك اوامر مشدده بحقه. بيقول ليشق الأبرص ثيابه وليكشف رأسه وليغطي شارباه وليترك المدينة وليعش وحيدا خارج أسوارها وليرفع الأبرص صوته ولينادي نجس نجس حتى يسمعه الناس فلا يقتربون إليه وهو سيسير إلى خارج أسوار المدينة. اليوم الخطية اللي ما بنعترف فيها اللي ما نالت الغفران هي كالبرص ذاته بتأذي نفسية الإنسان، تجعل مني نجس وبذات وقت بتفصلني عن الجميع. الخطيه كثير صوره الابرص يعني بتدمر الانسان اذا هيدي ال اول شيء كان يفصل عن الجميع. نعم. كان ممنوع الاختلاط مع الناس، وتامل يحطوا له جرس برقبته
حتى يدل عليه انه ابرز. الخطيه بتعطي مثل بتزمر الارم للناس، هذا شرير انتبهوا له، ابعدوا عنه. بذات الوقت تفصلني معنويا وبتفصلني جسديا. تفصل. التوبه بترجع بتردك الى الحقيقي والى وهالالام عايشها يسوع، لانه هناك عزله قاتله بيعيشها الابرص، لانه محتقر رح يكون، ما لن يرى الناس كي لا يرى في عيونهم الشفقه او الاشمئزاز. يعني يسوع على الصليب يمكن ما عاد فينا نطلع. هو ليش انشفق؟ ليش شفيه للابرص؟ لان يوم من الايام رايح يحمل له بعينيته. الشفاء ما تم ارتجال هيك كلمه قالها يسوع، اخذ نتائج اللي وصلوا للبرص وراح عيشهم، بس مسبقا قدم له الشفاء وبعدين دفع حقه للنتيجه. يعني صار يعني الرب على الصليب صار ابرص مع كل الالام النفسيه لهالمرض. برافو، حمل عواقب هالمرض. نعم. يلي هي كان الابرص كان عايش بالذل. بالانعزال، بالانفصال، بالاحباط، بذات الوقت بالتحقير، يعني كان يدل عليه بهالجرصه اللي تدق ابرص ابرص اهربوا. يسوع هو كلهم حملهم كمعاناه على الصليب. نعم. ووصل لي انه بقدرته صير يقدر انشفى من هالامراض. كمان اذا بتسمح لي هون استشهد بوصف اشعيا الفصل 53 الايه 2، كان على كثرة ما التشويه صار بجسد الرب ووجهه، كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم، لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه. اشعيا بسموه الانجيل الخامس، عمل وصف ليسوع عن ألامه مثل وكأنه كان حاضر، مع أنه ألاف السنين انكتب الكتاب المقدس قبل ألام يسوع. بوصفه النبوي لإله بيوصف فيه صورة الإنسان المخزول والمتروك والمتألم. كمان بيقول لك المزمور العار قد كسر قلبي، بكمان أما أنا فدودة لا إنسان عار عند البشر. أوف. شو هال أدنى درجات الوصف. الاحتقار والذل. إلهنا عظيم. نعم. إنه استصغروه الناس، خلته هو يستصغر ذاته لحتى يقول أنا دودة لا إنسان. هون أهمية إنه نغلب العالم بهالأمراض هيدي، نغلبه بالإيمان بأنه يسوع حملها عنا وتحملها. هيدا الرجاء. نعم. اللي بس يسوع المجتمع. المجتمع هي حالته. وصفناها. كل الناس، كل واحد يمكن عنده هو كلهم، يمكن عنده جزء منهم. الرفض والإهمال والألام، عم نحكي على الصعيد النفسي وعم نحكي على الصعيد الجسدي. نعم. الأمراض والعهات والتشويهات. بدنا نعرف بمجتمعنا صار لهم حل. يسوع زار أرضنا وحمل الحل لإلنا. وبطبيعته كإله قدر وضع حد لكل النتائج البشعة يلي كانت تنتجهم هالأمراض. خلينا نستفيد ونعرف نروح لعند يسوع ناخذ الحل منه. وقد ايه لازم ننحني سجودا مثل ما ذكرت بالمقدمه وتعبدا لهالالام اللي عانيها الرب يسوع، ورح نتوقف مع بريك من ابونا. بريك مشاهدينا وبنرجع. وصلنا مشاهدينا لاخر فقراتنا وهي مخصصه لمداخلاتكم ورسائلكم. ابونا نحن كان موضوعنا الفداء الالهي، وبنعتبر هيدي الالام هي الام فدائيه، صح؟ يعني من ضمن العمل الفدائي اللي تممه الرب على الصليب واللي راح نتابع اكيد بالاسبوع المقبل بقيه الموضوع. نحن بنعرف انه الاحزان والمشاكل اكيد راح تسرق لنا سلامنا وفرحنا إذا استسلمنا له، والرب بيقول أو مثل ما ورد بفيليبي 4 الآية 4، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. وهون تجديد على كلمة كل حين، يعني قد إيه الفرح هو رح يكون قوتنا يمكن تنهزم هالأوجاع والآلام وحتى قوة الشر اللي بتبقى مسيطرة علينا. مش الفرح اللي بيهزمهم، أكثر شيء الفرح بدل إنه أنا واثق بيسوع، ثقتي بيسوع الله رح يهزمهم. ثقتي بيسوع فتحت باب على الله انه يفوت يتدخل الى مشاكلي ويبث فيي الرجاء والشفاء.
الفرح هو نتيجة قوة، نتيجة بتعبر إذا بدك إيمان منظور، بدل أني أنا ما انكسرت قدام اللي قطعت فيهم، أنا أثق ومؤمن أنه الرب سيقيمني. الفرح اللي مبين على وجهي هي دلالة بمن أثق وبمن أؤمن. ولو ما صار بعد الشفاء، لكن أنا ابن الرجاء، بعرف انه الرب رح يعطيني الشفاء، بس هو بيعرف الوقت. نعم. هون نذكر كمان ورد بنحمية 8 الآية 10، فرح الرب هو قوتكم. يعني كمان كلمات مربولوس لأهل فيليبي، افرحوا في الرب كل حين، قال وهو بالحبس ومقيد بالسلاسل. يعني هو واضح انه هالسلاسل ما قدرت أيدت له نفسه ابدا، لانه بيعرف حتى مش هددوه بالموت، ما انه غير حرف بكلمته او بقراره، لان يعرف انه يسوع هو الكلمه الاخيره لإله، ومعه ما بخسر. وبالفعل كل اللي قتلوه خسروا، وبقي مربولوس بكل رسائله وبكل وعظيته. وبالحبس بفضل يعني الروح كتب قمه رسائله. نعم. وهو مسجون. ابونا، ورد كمان برسالة بطرس الأولى، فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. هناك دايما دعوة لإيداع أنفسنا بالكامل، يعني جسدنا وعواطفنا لنحطها عند إلهنا اللي هو أمين ورح يحفظها. هل هون الخوف من أنه يستغل الشرير؟ الشرير بده يعمل المستحيل يفصل بينك وبين ربنا. ليه؟ لأن الشرير بتهمه هالألام يستعملها من أجل يأسك، من أجل تحطيمك. إذا فتحت باب على الله بفوت الرجاء. شو ما عمل إبليس بصير عاجز، لأنك بتعرفي بقرارة نفسك بمعرفتك ليسوع أنه مع الرب سينتهي كل شيء لصالحك. بيعمل المستحيل ما تفتح باب هالرجاء بينك وبين الله. وصب غضبنا على الرب، بس الرب امين وهو الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير، مثل ما ولد برساله لسالونيكي. نعم. رح ناخذ اول اتصال. الو 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 بونسوار. بونسوار، تفضلي، بس بدك توطي صوت التلفزيون اذا بتقدري. اوكي اوكي. الو، كيفك مدام تيريز؟ الحمد لله، تفضلي. برمضان بونسوار. بونسوار. اوكي اوكي وطني. بدي اسال بير مروان، هلا نحن ثانك يو، بس بالنهايه وقت الانسان بتقول الحزن انه الانسان ما في يتحمله، مظبوط ما في يتحمله، عنده رجاء انه بالاخر الله رح يقيمه. طيب يا ترى الانسان وقت بفكر انه انا بدي يوما ما الله بده يقيمني من هالحزن، شو الحزن؟ الانسان وقت بيفقد شخص بعزه انه من امله يشوف الشخص اللي مات، هيدي اللذه اللي بده يلتز فيها، او امله يروح يشوف يسوع. انه هون الانسان انا بتصور انه كل حزن الناس على امواتهم كل السبب انه ما رح يقدروا يشوفوا اللي بحبون، او خايفين ما يشوفون. هلا انا بصير اقول يا رب سامحني انا طالع اشوفك، او عم بطلب شو فرجيني امي او خيي او بيي، انه انا عم بخطئ هون. هذا اللي ما عم بفهمه، انه شو المفروض مين شوف تحت او ارجع انبسط، اتمنى انه بدي موت بقى واخلص وروح شوفهم يوما ما، انه شو رجائي؟ وبعدين عندي سؤال لك بعد مروان، لو انه في ناس ما بيقدروا هيك بخنوني، يمكن افكاري شيطانيه، لانه انا اليوم سالت سؤال كمان على التلفزيون على بكره بس ما اخذ جواب كافي، انه اللي بدي افهم شغله يسوع المسيح عليه السلام الله، يعني ليش راد انه ما يفرجي لليهود اللي قالوا له شو اسمه هيدا هيرودس اللي قال له انه فرجينا عظمتك؟ طيب ليش الله ما راد انه ارادته تكون انه يظهر لكل العالم انه هو ابن الله؟ طيب ما لك بيقعد في رأي انقسام بالدين، ولا بيقعد في يهود، ولا بيقعد في ما تاخذني كل الاديان اللي اجت من بعده، انه بالنهايه فرجينا عظمته، بعدين الباقي ينضرب اللي ما بده يعني ما يامن، بس انه ليش راد انه ما يفرجي عظمته للي قالوا له فرجينا اياها؟ نشكر اتصالك مدام، تفضل. بدي اول شيء من السؤال، الشخص اللي فقد عزيز او غالي على قلبه كيف ممكن يتعزى او كيف ممكن انه ينشفى طالما انه هل فقده ما راح بقى يشوفه؟ بالنسبه للي فقد عزيز كان مفتكر فرحي اني شوفه، وعدم مشاهدتي له هي سبب تعاستي. عند الله المقياس غير شيء،
سبب تعاستي هو عن تمكني من تملك الله فيي. لو الله ملك فيي ساعتها البشر حتى لو كانوا أبنائي بعرف إنه هاو ماتوا على سبيل القيامة، يعني اليوم سبقوني إلى مكان وأنا لحقهم. بتحسي حضور الله بيعطي هالنوع من التعزية، بصير أنا بسميه مع يسوع الموت بصير مثل اللي عم بيودع مسافر على المطار، بندمع وبنبكي بس على أمل إني أنا رح أرجع أشوفك ورح ضلني على اتصال معك. اللي بيملك الله بحياته بصير عنده هالنوع من التعزية. منا غاية منا هدف عند الله يفرجيني اللي مات، لأنه بمشاهدتي للميت هذا تعلق بشري، بس عند الله بده ايانا نكون أبناء إيمان وقلبنا معلق بالسماء ونعرف أنه اللي ماتوا الرب اختارهم تحت ينهي مشوارهم هون، لأن خير لهم ما بقى يبقوا. بس هل هالأحاسيس هيدي والأفكار تبقى كلمات إذا ما كان الله مالك على قلبي تتصير مسيطرة على ذهني وقانعتني تعمل لك فرح تعمل لك تعزية. بس أبونا رجينا منه أنه على أمل، هي أكيد رح نشوفهم على أمل حقيقة. يعني على إيمان أنه حقيقة رح نشوفه، مش أنه تعزية مؤقتة، بس هي أكيدة الأمل منه تخمين. معقول إيه معقول أبونا لا. لأنه في كتير اتصالات بس ما جاوبنا على الشق التاني. إيه بدي أسألك ليش ما أظهر نفسه كابن الله لمجد؟ أنا سؤال بس كنت مبتدي سألته للمرشد إنه ليش الرب ما عمل معنا مثل ما عمل مع مربولوس، أظهر مجده ووقعه على الحصان وفرجاه إنه بنظهر له وارتد، إنه ليش ما بيعمل هالطريقة مع كل الناس؟ مش أسلوبه. كل إنسان عنده مطرح الله بفوت عليه على حياته، وما في إنسان مثل التاني. في أشخاص بفوت عليهم الله بالمجد، في أشخاص بفوت عليهم بالألام، في أشخاص بيظهر وجهه لهم بالتجارب بالحوادث بأشكال شتى وأوقات بالأفراح بأشكال شتى. المهم أنه يكون عندي قلب منفتح تيفوت الله بأي أسلوب ومن أي طريقة إجا، الله بيختار الطريقة مش أنا. رح ناخد كمان اتصال. ألو بونسوار، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. ايه انا؟ نعم. ايه مرح مصار ابونا ومصار مدام تريز. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور، اهلا. ابونا اكيد نحن بننحني قدام كل شيء، كل العذاب اللي مرق فيه يسوع المسيح ومشاننا وبسببنا، طيب كفاره يعني عنا عن خطايانا. بس بمعرفته السابقه ربنا على الغيب، هو عارف انه انا يعني عم فكر ابونا معلش وصحح لي، هو بيعرف انه بده يمرق بهالاشياء كلها مش هيك؟ طيب بيقول في تبع مسبحة الرحمة الالهية باليوم التاسع، اجلبي الي اليوم النفوس الفاترة واستغرثيها في لجة رحمتي، تجرح هذه النفوس قلبي وتؤلمه كثيرا، لقد تحملت آلاما مخيفة. مدام بدي اعتذر منك بس في كم هائل من الاتصالات. بس شو سؤالك؟ بس خليني بس كفي لك الجملة، بدناش يزعلوا منا المشاهدين. لا طيب بس هيدا شيء مهم يعني مش عم. تفضل. لقد تحملت آلاما مخيفة في بستان الزيتون بسبب النفوس الفاترة التي تسببت لي بالإشمئزاز وجعلتني أصرخ يا أبتاه أبعد عني هذه الكأس إن كانت تلك إرادتك، إن رجاءها الوحيد في الخلاص هو أن تلجأ إلى رحمتي. نعم، شو السؤال؟ إنه هو إنه أكيد إنه بعتقد أبونا إنه العذاب تبعه مش بس إنه بده يتعذب، بده يمرق بفترة صعبة، في يعني عم يتعذب لهالنفوس مثل هي مثل ما قريت. مزبوط. هلا يسوع عليك يا أختي، الرب عارف على الأكيد كل شيء كان واضح قدامه بالألم، بس هذا ما بينفي إنه ما تعذب، ما حس. يعني وضوح الصليب بخليني أعيش الصليب برجاء، بس مش معناتها بيلغي الألم. يسوع تألم بس كان عنده رجاء لأن عارف وين بالألم بده يوصل. مشان هيك المؤمن إذا كان في الله بقلبه بصير في رجاء بألمه.
ما بتوقف الالام، بتضل توجع، لكن في عندي وضوح بهالالام واني واصل وين رايح. وما ننسى تعزية الروح القدس كمان ودوره بهالالام. مشان هيك المؤمن لما بيتالم بتشوفي مع الامه واوجاعه بتحسي في نفحه رجا، وبذات الوقت بتبقى الضحكه على وجهه ما بتغيب، مش الضحكه مثل مبسوط ومكيف، لان الالام بتنهني، بس في ضحكه رجا. نعم. بتحسي انه مع ربك يا يسوع، بضل يقول هالكلمه. نعم. أبونا رح ناخذ كمان اتصال. ألو. ألو. كأن أطلع. راح الاتصال. في عنا سيدة كمان بتتحفظ على ذكر اسمها، بتقول هي أرملة مكرسة للرب وعندها ولدين شاب بحب الرب كثير، أما البنت بتحب نفسها وعايشة على أهوائها ومهتمة بأهواء شهويتها يعني، ومشاكلها ما بتنتهي، هالشي عم يعمل لها كثير عذاب نفسي للام، وحتى عم بلشت تزعل من الرب، وبتقول انه علاقتي بالرب تزعزعت، فانا ناقمه عليه، وما بحب استدعي كاهن رعيتي لان ما عندهم نفس، ما عندهم النعمه، وبدها انه تحكيك لك. وهل من اعتراف عبر التليفون؟ لا، عبر التليفون ما في اعتراف. نعم. في ارشاد بس اعتراف لا. الاعتراف بده يكون مواجهه مع الكيان. وانا بعتذر من هالسيده انه اضطريت اعرض المشكله لانه عبر الايميل ما بنقدر نجاوب، دائما الجوابات عبر التلفزيون. تفضل ابونا. بدي اقول انه ما هالقد تكبرها يعني، شو كلنا عندنا اولاد. نعم. وكلنا اولادنا عندهم مشاكل، وما في ولد مثل الثاني، بيطلع ولد مؤمن على كبره بيطلع انسان. انه الام مضطره. لا لا لا، سري هلا بتحب بنتها وكذا، تكفي الصلاه، صلي والرب غير لها. يعني بتاخذ منحى سلبي، بتتعلم من الامات القديسين يلي غير اولادهم عملوهم قديسين من بعد ما كانوا عايشين بالخطيه. ما كمان رح ناخذ اتصال. الو. 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 بونسوار، تفضلي. بونسوار، بدي اسال بير مروان سؤال. تفضلي. بير مروان، انا صار لي اكثر من 12 سنه مجوزه، بس بقلبي في مراره بالعلاقه مع جوزي، لانه هو هالشخصيه الغضوب العنيف، وانا مجرحه بهالوضع، بس حامله مراره وندم ومش عم بقدر اطلع منه، واوقات بقطع بفترات بحس بكرهه يعني. سؤال. ما عم بقدر اطلع فيه، بس بدي اطلع من هالوضع. لك يا قلبي، حوارتي معه بالمشكله يعني قلتي له انت عم تسبب بعنفك دمار لإلي ولشخصيتي ولحبي ولكرامتي؟ حكيتي؟ بلاقيه اوقات بيتجاوب اوقات لا، يعني هو مش عم يقدر يطلع من وضعه، مش من مشكلته، وبيرفض كمان انه يستشير. لا، بيرفض انه يتعالج. ايه بالضبط. وينحكى معه بهالموضوع، هذا غلط منه، ومش لازم تسكتي على الموضوع، لان انت تجوزتي تيكون الك كرامتك بالبيت، ما تجوزتي تتبهدلي وتتعرضي لعنف كلامي، لان عنف الكلام اقوى من عنف الجسد، بحطم الانسان بدمره. بنصحها اول شيء ان تطلب منه يروح يتعالج، اذا فعلا هالغضب اللي عنده ناتج من مرض او من عقده او من جرح محمله. او من جرح الماضي، يروح يتعالج، في علاجات نفسيه، او يروح يعرض مشكلته على الكاهن يصلي هو وياه، يسترشد شو بده يعمل، ننبش على العله اللي عم تسبب له هالغضب ويشوف كيف بده يعالجها. اذا رفض العلاج انا بقول صلي له. بتحب تروحي تلتجي للقانون، ساعتها القانون معك ولصالحك، بس انه اعرضي هالمشكله على كاهن رعيتك وجربي شوفي معه شو الحل الانسب يلي بحافظ على بيتك تقدري تكفي فيه. نشكر اتصالك. كمان رح ناخذ اتصال. الو. بونسوار. كيفك بير مروان؟ الحمد لله. بير مروان، حضرتك بتعزي علي كثير، وانا بتمنى اكون واحد من تلاميذك. وانا بدي اسالك سؤال كثير حلو. امام عذابات ربنا والامه وموته، في بالمجمع الفاتيكان الثاني في مطرح مش واضح اذا بيمنع المجمع المناوله باليد او ما بيمنعها، لانه بيحكي عن الطريقتين. بعتقد بحب اخذ توضيح معك. نعم. وليش نحن ما بيكون في عندنا تقدير بالكنيسه واحترام كبير قدام الربان، ما بنركع ونتناوله، انه ليش هالطقس هيدا او هالطريقه الكنيسه بطلت تستعملها، مع انه انا وقت كنت ولد كنت شوفهم هيك. نعم.
نحن انا وياك ما بعرف قد عمرك، بس انا بتذكر لما كنا صغير باي وقار كنا نتقدم للمناوله وكنا نركع على المذبح، كان المذبح له ضربزين وكانوا النساء يجوا بالاشارب وكان ممنوع الكم القصير وكان القربانه بدك تكوني متناوله متصايمه قبل بساعه عن الاكل وقبل ثلاث ساعات عن الكحول. اليوم يلي كل هاي شبه صارت ملغيه وصارت القربانه مثل الرايح ياخذ خبزي او بسكوتي. نعم. بذات الوقت هالعاده اللي مستشريه بالغرب المناوله باليد. الكنيسه بفتره سمحت، لكن انا اللي عرفته عن يد البابا الحالي البابا فرانسيس منع المناوله باليد. نعم. ليه؟ لانه عم بصير في انتهاكات كثير لقدسيه القربان. في ناس عم ياخذوا هالقربان ما عم يتناولوها او بيضبوها بجزانهم بياخدوها لمريض يلي ممنوع يعملوها، ولو كانت النية طيبة والهدف سليم لكن الطريقة ممنوعة، بيضبها بكلينكس وحطها بجزانها وبتروح بتعمل سطحية بتشرب. ربنا اخدته بعدين، ربنا ممنوع حدا يحمله بإيده الا الايدين المكرسين، ممنوع حدا يحمله بإيده. وهناك خوف انه يمارس عليه، وبعدين خوف انه يسرقوا له القربان ويمارس عليه السحر الاسود. نعم. والقداسات السوداء. انا معك، انا ضد المناوله بالايد. نعم. الكنيسه بشخص البابا الحالي رجعت عملت تعميم منه مكتوب، البابا باحدى عظاته قاله بيتمنى على الكنيسه بالغرب انه توقف المناوله باليد وتردها مناوله في الفم. رح ناخذ اخر اتصال ابونا. الو. الو الو بونسوار، تفضلي وباختصار اذا بتريدي. بونسوار. تفضلي. ابونا مروان، يعني انا ما بعرف كيف بدي بلش. بدي اقول لك انه انا فقدت ابني عمره 33 سنه. تعدل عليك. ليله الميلاد كنا سهرانين وهيك راح بدون سبب، وانا عشت حياتي كلها مرهوني لأولادي. إذا عم بطبخ بالبيت بقول له يا رب بارك أولادي، ما بدي شيء إلا تخلي لي إياهم. عشت بحياة يمكن صعبة كتير، بس قول أنا ما بدي من شيء من هالدنيا إلا أولادي، وابني راح بهي الطريقة. أنت إذا عندك ولد وابنك متكل عليك بكل شيء وأنت خذلته، كيف بدها تكون علاقة ابنك معك؟ أنا صار ما بقى عندي علاقة مع ربي أبدا أبدا أبدا. صار في عندي إذا بدك حقد، إذا بدك زعل، ما بعرف شو بدي أوصف. ما عم بقدر فوت على الكنيسة وصلي مثل ما لازم صلي مثل ما كنت. يعني ما بعرف شو بدي أحكيك، عم أحس قلبي رح يوقف. يعني أنا بحاجة لإلك، بحاجة لإرشادك. ما بعرف بحاجة لمين، ما بعرف. شو أنا بجل هالأم وبحترمها من قلبي، ما بزعل من موقفها، بس مش معناتها موقفها صحيح. نعم. ما بزعل اللي تصرفت هيك. بعرف شو بيربط الأم من الحب والمشاعر بينه وبين ابنها. مطلق إنسان بلحظة ضعف ممكن يتصرف اللي تصرفته هالأم. أنا بطلب منك بلشي اطلعي من هالحالة وارجعي اطرح السؤال مع كاهن يكون يعني مشبع من روح الله. تقعدي انت وياه بجلسه صلاه نسال حكمه الله انه اخذ ابنك عبكير. شو حكمته؟ انا وياكي، وانا باكد مع انه ما حكيتك لان هذا موضوع ما بيتجاوب عليه بتليفون بدقيقه سؤال، يعني هذا جواب بده قعدات. أنا بأكد أنت بتآمني بأنه الله بحبك وبحب أولادك، وأنا بأكد أنه أنت مؤمنة الله اللي عمله معك منه شر. مجروحة لأن ابنك اشتقتي له غاب ومتضايقة ليه الله حملك الصليب. بس يوم من الأيام، يوم مثل بعرف أنا وياك حقيقة هالموت، رح تقولي له لله ميرسي، وبتعرف اللي عمله مع ابنك كان لخيره مش ليقهرك أو يزعله. كيف بدها قعدات وبدها صلاة، وبدي اياكي ما تخلي قلبك بقى مسكر، ارجعي افتحيه. إذا بتحبي ابنك بدك تريحيه، لأن ابنك اليوم بدنيا الحق. الموقف اللي أخذتيه بيزعجه وبيضايقه
إذا بتحبي لهالولد فعلا وبدك خيره، حبي خلقه وربه، ما تتصوري بأي مجد، وهو كفيل إنه يعطيك العزاء والجواب للي صار. نعم، ذكرت الأسبوع الماضي عن موتة الشباب اللي خطفه الموت قبل أن يخطفه الشر. ما رح نعلق كثير، بكره شي مره بنقراها. بس كمان انا عندي سؤال بس رح خليه للاسبوع المقبل بما يختص الموت. ابونا يعطيك الف عافيه، تعبناك وان شاء الله الرب ما يحسسك باي الام نفسيه. الله يخليك، ولا انت كمان مرسي ولا حدا من الناس. لا يريدك الله ان تستسلم للحزن والقلق أو تتضايق من رفض الآخرين وإهمالهم وانتقادهم لك. يريدك هو أن تحيا في الفرح. هو المجروح لأجل معاصينا والمسحوق لأجل خطايانا. سلامنا أعده لنا وبجراحه شفينا. نحن الذين ضللنا في الخطيئة وابتعدنا من الرب. كلنا كالغنم ضللنا إذ مال كل إلى طريقه فألقى عليه الرب إثمنا جميعا. تحمل يسوع آلاما نفسية كالاحتقار والنبذ والظلم. هو المنكوب المسحوق المصاب غير المعترف به، وإذ تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، طالبا منا أن نوافيه ونسلمه أثقالنا وألامنا النفسية والروحية والجسدية. أما لمن يسأل كيف، انظر إلى الرب مذبوحا على الصليب، وليصمت في صمت الصليب ضجيج الحروب وصراخ الألم والموت، ولتخرج المصالح الخاصة التي تعيق القلب. انظر نحو ألم أخيك، نحو ألم الأطفال، فإن حضور المسيح قادر على تحويل الانتقام إلى غفران والحرب إلى سلام في قلوب البشر. فإن كنت حتى الآن بعيدا عنه، قم بخطوة صغيرة وسترى حفاوة استقباله. ورغم لا مبالاتك اقبل المجازفة وثق به، فهو قريب منك. ولا تستسلم أبدا، إذ الله قادر على كل شيء وغفرانه أقوى من أي خطيئة. مشاهدينا دايما المجد لربنا، بشكر متابعتكم، نلتقى الخميس المقبل، فإلى اللقاء.